بسم الله الرحمن الرحيم. نبلش بالمحاضرة الأخيرة ليكتشر 9 كولينيرجيك أنتاغونيست. أخذنا بالمحاضرات السابعة والثامنة كولينيرجيك أغونيست. كولينيرجيك أغونيست اللي هي تشمل لأنه المحفزات أو المنشطات الكولونية. خوش المحفزات والمنشطات الكولونية. حلو. اليوم ناخذ المضادات الكولونيه، هذيك محفزات ومنشطات، هاي المثبطات الكولونيه. ها الكولونيه شنو معنى الكولينرجيك انتاغونست؟ يعني راح تشتغل عليه ما راح تشتغل على الاسيتايل كولين. حلو. الكولينرجيك انتاغونست بايند ترتبط بالكولينو ريسبتر. كولينو ريسبتر اللي هنا مذكره انك نيكوتينيك ريسبترز، تمنع لي شغل الاستايلكول. هو هاي ملخص محاضرتنا، انه ماده ترتبط بالمستقبل وتمنع لي شغل الاستايل كولين. هذه النيتشه اخذناها عشان يزود شغل الاستايل كولين. هاي اليوم راح ناخذ راح يمنع عن شغل الاستايل كولين. والكولينرجيك اغونست اللي اخذناها بالمحاضرات السابقه اللي هن كولينرجيك اغونست. اليوم شنو شغلنا؟ كولينرجيك انتاغونست اللي هي راح نصنفها من ثلاثه، اللي هي انتي موسكرينيك ايجنت، مضادات الموسكرينيه، انتي موسكرينيك ايجنتس، جانجليونيك بلوكرز. هذا موضوع ما يهتم للاطباء ولا هذه جانجليونيك بلوكرز، لان هذا ببساطه انه هذا راح يسبب لي تاثيرات كبيره على الجسم، وبالتالي انه افضل حل انه هاي الادويه مالته نبتعد عنها. جانجليونيك بلوكرز، وراح نعبر له النيوروماسكولار بلوكرز. النيوروماسكولار بلوكرز هاي تفيدني انهم بالتخدير، او يعني هسه راح نجيها انه حتى مثلا بالولاده انه ارتخاء عضلات وهاي. خوش تفيدني بعدين، هسه راح نجيها بالموضوع. خوش نبلش بمن بنش بالانتي موسكارينيك ايجنت. كومنلي نون انتي كولينرجيك دراج، تسمى شان بالانتي كولينرجيك دراج، لان هو غالبيه الشغل هسه راح يصير، فذلك يسموها بصوره عامه انه انتي كولينرجيك دراج، مضادات الكولونيه. ذيس ايجنت بلوك هي مو يسمونها انتي موسكارينيك، ايش راح مضادات المسكرينيه شلون راح ضده؟ سد الريسبتر. ها بلوك موسكارينيك ريسبتورز كوزينج انهيبيشن اوف ذا اول موسكارينيك فانكشن. اول موسكارينيك فانكشن اللي هي منه راح تسد ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 وام 5. حلو. هذين الامات اللي اخذناهم بالمحاضره السادسه اتذكر، ما ادري السابعه. حلو راح تسدهن. ها اول موسكارينيك فانكشن. حلو. Because they don't block nicotinic receptors. هي علما راح تشتغل على المسكرانيك ريسبتر، ما العلاقة بالنيكوتينيك ريسبتر. The anti-muscarinic drug have little or no action على skeletal muscle اللي هي neuromuscular junction، لأنها علما هاي نيكوتينيك. حلو. وأيضا الأوتونوميك جانجليا ما يصير عليها يعني تأثيرها محدود أو ماكو تأثير، لأن هي شغلنا بس موسكارينيك. حلو. نجي علي من نجي على أبوهن لهذه المجموعة من الأدوية. هو بالمصادر أنه ذاكر لهواية أدوية. أبوهن منه هذا أبوهن أو الأكثر شائع منه هو الأتروبين. أذكر بالمحاضرة الثامنة شرحنا على الأتروبين بهواي بهواي، يعني ذكرناه بسالفتين للأتروبين. هو وعليكم السلام على عموري. ذكرنا انه ايش قلنا انتي كولينرجيك ادراك هذا الأتروبين. مثلا اذا صار عندك زياده، مثلا اذا صار عندك بالكولينرجيك اكشن زايد، فقلنا شن عالج ننطي أتروبين. خوش حكي. وإذا زاد أتروبين الشنطي تنطي كولينرجيك، يعني عملية معاكسة. مثلا إذا زاد شيء عندك، مثلا شخص مثلا أخذ شيء فلاني، شلون تعالج هذا الشيء الفلاني ما أخذ عنده جرعة عالية؟ تنطي مضاد إله. ها مثل ما أخذنا بالجنرال فارماكولوجي، أنه مثلا شخص عنده حموضة تنطي مثلا شنو، تنطي شيء مثلا يرفع له البي اتش، ما
مثلا كان مات البي اتش يرفع للبي اتش، مثلا شنو مثلا ان شاء الله مثلا ان شاء الله مثلا اخذنا مثلا اخذنا مثلا مال التباول انه مثلا يصير عنده احتباس بالبو مثلا مدرات البول، اتذكر بالضبط انه راح تحبس انه ادويه راح تحبس البول المواد هذه داخل اليورين وبالتالي يطلع. هاي اخذناها حلو يعني، هاي يعني رابط هاي بصوره عامه. هسه الاتروبين اخذناه بالمحاضره السابقه انه شنو نعالج به مثلا اذا صار مثلا شخص عنده كولينرجيك اكشن مالته عالي، مثلا اذا اخذ مثلا استايكولين هواي او مثلا جماعه الغازات هواي جماعه اللي مثلا صار عنده مثلا مبيدات حشريه وهاي قلنا نعالجه بمن بتتذكرون البرداكسيم والاتروبين هنا بالضبط. حلو، فهو هذه مقدمه عن الاتروبين. حلو، الاتروبين هو ابو هذه العائله اللي هي انتي موسكارينيك ايجنت او السحوله بصوره عامه انتي كولينرجيك دراجز، هو عباره عن تيرشري اماين. ركز على كلمه تيرشري اماين، تيرشري اماين، واللي فاهم يعرف شو اقصد بتيرشري اماين. هسه بعدين نرجع لها. تيرشري اماين بلادونا الكلويد with high affinity for muscarinic receptor، لها قابلية ارتباط عالية بالmuscarinic receptors. It binds element راح competitively and prevent الacetylcholine. راح ترتبط بالمستقبل وراح تمنع الacetylcholine يرتبط بالمستقبل ويسوي شغلة. خوش حكابة. وبالتالي انه تمنع prevent الacetylcholine from binding to those sites، اللي هي those sites يقصد بها شنو الريسبتورز المستقبلات. حلو، اتروبين act both centrally and peripherally، يشتغل على centrally والبيرفرال. حلو، general action مالته يمتد الى شنو يمتد الى 4 ساعات. اتروبين ايش قد يمتد مالته الشغل مالته 4 ساعات. التأثير مالته effect of the topical administration يعني موضعي بالعين قد يمتد إلى أيام، لأن راح يبقى أوكي وفدال أن تأثيره راح يبقى المين راح يستمر إلى أيام. حلو، الجنرال إنه من تأخذ جنرال إنه راح يبقى 4 أيام، إذا تأخذ topical على العين مثلا راح يستمر إلى إنه يستمر إلى أيام. شوف فرق بين 4 ساعات وهنا بالعين أيام، فرق 4 ساعات هنا أيام. حلو، the greatest inhibitory effect are seen in the bronchial tissue, salivary and the sweat gland and the heart. إنه هذه معاكسة للكولينرجيك، إنه تتذكرون الكولينرجيك من قلنا إنه يسوي salivation، زيادة بالسكريشن مال سلايفة، زيادة بالسويتنج، زيادة بالتعرق. خوش حجابة. ذكر بعد شنو تقليل عمل تقليل شغلات مال القلب، الهارت ريت، الستروك فوليوم، الكارديك اوت بدن يقلله مبلم مثل ما تتذكرون وياي بشغل الاستايل كولين والبرونكيال تشو كان تتذكرون يسوي لي برونكيال كونستركشن تضيق بالبرونكيال. ها حلو، هذا راح يشتغل عكسه. الهارت طبعا راح نشوف حسب الجرعه، طبعا هسه هو هذا يشتغل على من على الجرعه، كل ما زيد الجرعه كل ما يزيد تاثيره، بس يعني انه عكس التاثير، انه مثلا بالسالبيشن ايش راح يسوي السالبيشن، كان هناك يزيد السلايفه هذا راح يقلل السلايفه. اوكي اوكي، وبالتالي زياده الجرعه مالته انه راح تقلل افراز السلايفه كلش، وبالتالي انه يؤدي الى حاله مرضيه هسه راح نجيها. حلو، وبالتالي يعني ايش راح نخرج بسالفه انه هذه معاكسات، هي منها انتي معاكس او مضاد اللي اخذناه بالمحاضرات السابقه واللي قبلها، مضاد او معاكس. كان الاسيتايل كولين يرفع السلايفا سكريشن ويرفع السويت جلاند سكريشن، هذا راح يقلل. خوش، وايضا بعد اضافيات شغلات مثل معاكسه. ايضا نجي على الاكشن، وهو موضوع سالفتنا بالاتروبين. الاكشن مال من؟ الاكشن مال الاسيتايل مال الاتروبين بالعين. بلوك اول كولينرجيك اكتيفيتي اون ذا اي، راح يصير شنو اول كولينرجيك اكتيفيتي بالعين. ها، وبالتالي راح يؤدي الى من resulting in the resistant ميدرياسيس. ها
ها شنو معنى مدرياسز؟ راح يؤدي الى مدرياسز مستمر. شنو معنى مدرياسز؟ معناتها dilation of the pupil، توسع البيوبل، توسع حدقة العين بصورة مستمرة. هذا من حطيناه بالعين، خوش عجابة. توسع بمن توسع؟ توسع بالبيوبل. هاي شغلة. شغلة ثانية unresponsiveness، عدم الاستجابة to the light. ما راح نشوف استجابة اللايت مبلغ. راح مثلا هذا الشخص مثلا اللي ياخذ اتروبين، مثلا يحط اتروبين، هذا يشوف انه مثلا انه ممكن يعني يردم شيء او يعني نتيجة انه ما يكون عينه حساس للضوء، يعني ما يشوف، بالتالي انه يمكن يردم اشياء وهاي، وبالتالي هذه صفة سيئة لهذا العلاج، وبالتالي فضلوا علاجات ثانية على هذا العلاج من حيث النقطة، لأنه راح يستمر لأيام وبالتالي ممكن يسوي شغلات حادثة حوادث أو أي شيء. ليش؟ لأنه ما يستجيب للضوء وبالتالي ما يقدر يشوف. حلو، راح يسبب له أيضا سايكلوبليجيا. شنو معنى سايكلوبليجيا؟ سايكلوبليجيا معناتها inability to focus for near vision، ها ما يقدر يركز على الرؤية القريبة. هذا كلهن يسببهن من هو؟ يسببهن الاتروبين. حلو حلو. ان patient with narrow angle glaucoma، ها شوف 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 النارو انجل جلوكوما انترا اولا برجر مي رايز دنجرسلي. خلينا نجي نسالف ونوضح هاي سبب. يقول لك بالاشخاص او بالمرضى اللي يعانون من مرض جلوكوما، جلوكوما تعرفونه مثل تعرفونه شرحنا بالمحاضره السابقه، انه شنو؟ ارتفاع الضغط داخل العين، داخل كره العين بالضبط. فهذا الدواء ايش راح يسبب لهذا الدواء؟ شوف 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 هذا الدواء، اكو قناة لمفية بالعين، داخل بالعين، حسب ذاكرتي انها يسمونها تبركل مشورك، هاي قناة لمفية، هاي شد اطلع السائل مال العين يسوي له اوت فلو طلع. حلو، هذا ايش راح يجي؟ راح يجي سده. شوف من سد راح يتجمع السائل، وبالتالي راح يتجمع 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 فيزداد الضغط، وهو يعاني من زيادة الضغط، خوش حكي، وبالتالي راح يصل الى انه راح يكون كلش خطر على هذا الشخص اللي يعاني من الجلوكوما. لذلك انه جماعة الجلوكوما ما تنطيهم اتروبين، لان كلش خطر عليه، خوش حكي، لان انه هو كان الضغط زايد داخل العين، هي حاله مرضيه، هي زياده الضغط داخل العين مو والله، يكون عيونه اعتقد تصير حمراء كلش، وهو انكريز برجر ان ذا انترا اوركيال، خوش يعني زياده الضغط داخل كره العين او داخل العين، خوش انه مو انت تجي تنطي اتروبين حتى زايد الضغط زايد يدمر هذا، خوش حكي خوش حكي. نجي على التأثير الثاني اللي هو على الجي اي تي جاسترنتستينال. الاتروبين ايش راح يسبب لي؟ الاتروبين قلنا معاكس للاسيتايل كولين، لو تعرف الاسيتايل كولين ومتذكره كل زين راح تعرف شو اقصد، وهذا معاكس له طبعا. حلو، الاتروبين كان يوز انتي اسبازمودو انتي اسبازمودك، مضاد للتشنج مبلغ، كمضادات مضاد التشنج، هذا من هو الاتروبين. ليش؟ لان ذاك كان شنو راح يزيد؟ شنو السموث ماسل كونتراكشن الموجوده بالجي اي تي، من زيد مالتها الكونتراكشن ممكن راح تصل الى حاله يصير بها شنو؟ يصير بها سبازم تشنج. حلو، فهذا معاكس الى يعني مضاد التشنج، هوش حكيم، to reduce the activity of the GIT، يعني يقلل نشاطات الجي اي تي لانه قلل مالته الكونتراكشن، يعني بالتالي قلل مالته الكونتراكشن، يعني ايش قلل؟ قلل الكونتراكشن، من قلل الكونتراكشن يعني قلت الموتيلتي، قلت الحركه الدوديه، وبالتالي ايش راح يصير؟ يعني يعني انه راح يعني يريحها، او يسمونه يعني اذا كانت مشنجه فهو يكون مضاد التشنج، خوش ها، وبالتالي شي يقول لك اوثو غاستريك موتاليتي از ريديوس. حلو، الهايدروكلوريك اسيد ال HCl الانتاج مالته ما راح يتاثر بالشكل الواضح نتيجه لتاثير الاتروبين، خوش،
ما راح يتأثر بشكل واضح. لذلك ما راح نستخدمه لعلاج جماعة اللي يصير عندهم ألسر تحرق تقرحات مبلغ. لذلك هو شو يقولك thus atropine is not effective for treatment of the ulcer. خوش هاتش يا بد خوش. Doses of the atropine that reduce the spasm راح تقلل الاسباسم and reduce salivary secretion. مثل ما تعرفون السالايفر سكريشن من داخل الاورال من داخل الجايت ايضا هي بدايه بالسالايفر بدايه بالاورال خوشت اوكلر اكوموديشن يورينيشن ممكن راح يسبب لي احتباس بالبول خوش. This effect decrease compliance of the atropine. هذه الشغلات راح تقل وبتأثير منه بتأثير الاتروبين يعني بتال راح يصير decrease بالسلايف اسكريشن decrease بالأكلمر decrease بالأكلمر accumulation وdecrease باليورانيشن. من قل اليورانيشن يعني شنو معنى هذا decrease باليورانيشن معناته البول راح يبقى يعني شي يسمونه urination retention أو urine retention احتباس البول. خوش حكي أبا خوش حكي. نجي على الكارديو بازكيلار. الكارديو بازكيلار تأثير على السي بي سي أو الاتروبين بريديوز دايفيرجنت افكتس تأثيرات متباينة. وهسه نشوف ليش يعتمد علما على الجرعة. إذا كانت جرعة قليلة راح يأثر شيء وإذا كانت جرعة كبيرة راح يأثر شيء. حلو. Divergent effect on the cardiovascular system. تأثيرات متباينة علما على cardiovascular system depending on the dose. يعتمد علما يعتمد على الجرعة. حلو. At low doses بالجرعة القليلة. The predominant effect التأثير الغالب is a slight decrease in the heart rate. مبلغ انه راح يقلل لي عدد ضربات القلب بصورة قليلة. حلو. هذا مثل ما تلاحظون نفس تأثير الأسيتايل كولين. ها ليش يعني هذه جرعة قليلة يعني ببساطة انت بتهمها يعني حسبها جرعة قليلة ما راح تسد الريسبترات وبالتالي شنو راح يبقى تأثير الأسيتايل كولين موجود وبالتالي راح يقلل عدد ضربات القلب. مو مثل اذا تعطي جرعه كبيره وبالتالي راح يسد الريسبترات وبالتالي ما راح يشتغل الاسيتايل كولين وبالتالي شنو راح انه راح يصير تاثير معاكس يعني شنو كان تقليل راح يصير راح يصير زياده بالهارت ريت. حلو. هسه راح نشوفها. At low doses the predominant effect is a slight decrease بالهارت ريت. حلو. This effect result from a blocked the M1 receptor. يحاصر الـ M1 receptor بس لكن نجرب ايش بيهم يحاصر المستقبلات الـ M1 muscarinic 1. حلو. لكن جرعات قليلة on the inhibitory pre-junctional أو يسمونه pre-synaptic neuron يعني بالنيورون منطقة النيورون أو يسمونه pre-synaptic. خوش. هذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى زيادة الاسيتايل كولين. ثاس بريمننت راح يسمح لي بزيادة انكريز الاسيتايل كولين ريليز. من زاد وبالتالي ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي شغل الاسيتايل كولين تقليل شغل القلب يعني شنو يعني ديكريز الهارت ريت. حلو. زين اذا تاخذ جرعة كبيرة هاير دوز اوف ذا تروبين cause a progressive increase بالheart rate زيادة تدريجية بمعدل ضربات القلب. زيادة تدريجية بمعدل ضربات القلب ليش؟ لأن هاي الجرعة الكبيرة أو الجرعة العالية سدت الـ M2 receptors. الـ M2 receptors اللي هي muscarinic 2 receptors هاي وين موجودات؟ موجودات بالسينو اتريال نود. لاحظوا ياي سدت المستقبلات ما اللي موجوده بس بالاس اي نود سان اتريال نود مو سدتها يعني التخفيض ماكو راح تبقى عاليه وبالتالي راح يتولد هارت ريت عالي. وصلت هاي الربع؟ وصلت يا الربع وصلت هذه سالفه انه بالجرعه العاليه شنو راح يكون التاثير؟ ها
ها طلع عيدها مال كارتي عيدها اخيك مال مال كارتي هي الكارديوفاسكولار شنو تاثيره؟ الاتروبين راح ياثر تاثير متباين على السي في سي او الكارديوفاسكولار سيستم. علي من يعتمد على الجرعه. اذا كانت الجرعه قليله راح يسوي بس محاصره للام 1 ريسبتور، وبالتالي هذه المحاصرة راح تؤدي لمن إلى زيادة إفراز الأسيتايل كولين. من زاد إفراز الأسيتايل كولين إيش راح يؤدي؟ أسيتايل كولين شنو شغله؟ يقلل شغل القلب، يعني شنو راح يقلل الهارت ريت. وبالتالي شو يقولك؟ يقولك سلايد ديكريز إن هارت ريت. خوش عجب. من تأخذ جرعة كبيرة، هاي الجرعة الكبيرة راح تقفل الرسبتر. بس يا رسبتر، تروح للرسبتر المخصص اللي موجود بالقلب الام 2، وين موجود هذا؟ بالساينوتريال نود، بالاساي نود. من سدته يعني تقليل بضربات القلب ماكو، راح تبقى الاساي نود تنتج براحته، وهي تنتج عالي يعني توليد عالي، يعني شنو؟ يعني هارت ريت عالي. وبالتالي هو ايش يقول لك؟ انه شوي 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 يصعد الهارت ريت بالله، لان تاثير الاسيتايل كولين على ما ينشال وهاي، وبالتالي شوي 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 يصعد. وبالتالي شو يقول لك؟ يقول لك بروجريسيف انكريز بالهارت ريت، زياده تدريجيه بالهارت ريت. ليش؟ لان سدت لي الام 2 ريسبتور اللي موجودات بالاس اي نود. الاس اي نود اكيد تعرفونها. خوش حكي، وضح هسه. يا رب حلو. نجي على من نجي على الـ على الـ على السكريشن راح مثل ما تعرفون ايضا راح يصير السلايبا والسويت سويت وليس سويت سويت اتروبين بلوكس موسكانانيك ريسبتورز ان ذا سالايفري جلاند reducing drying effect، تأثير جفاف. ليش؟ لأنه سد المستقبلات مع السالفري جلاند، وبالتالي تحفيز السالفري جلاند حتى تطلع سلايفة ماكو، يعني بالتالي يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى حالة من الجفاف on the oral mucous membrane اللي ايش يسمونها؟ حالة الجفاف الفم، يسمونها زيروستيميا. واكيد تعرفون زيروستيميا اللي هي جفاف الفم نتيجة منوها، نتيجة صار نتيجة للأتروبين. خوش salivary gland equally sensitive، حساسة للغاية للأتروبين. يعني تلقوا في الاتروبين لقوف، ما دام حسيت اتروبين قبل جابته، وبالتالي راح يصير عندي حاله، وبالتالي شنو راح يؤدي الى انه حاله من الجفاف اللي هي زيروستيميا، مثل سويت جلاند واللاكرما جلاند. وبالتالي يقول لك سويت اند لاكرما جلاند ار سيميلر افكت، تتاثر بالمثل او نفس الشيء مثل ما راح يصير مثل ما صار بال سالفيري جلاند، نفسه راح يصير بالسويت اند لاكريمال جلاند. نوت انهيبيشن اوف ذا سكريشن اوف ذا سويت جلاند كان كوز اليفيتد بالبودي تمبرتشر. شلون يابا؟ تثبيط افراز السويت جلاند، والله من تثبطت السويت جلاند يعني عرق ماكي، هو العرق من ينفرز. شنو السبب؟ الغايه منه تبريد الجسم، هذا الفائده من الفائده الرئيسيه، انه شنو؟ تبريد الجسم. يعني شنو؟ من انا ثبتته يعني تبريد الجسم ماكو، وبالتالي الحراره راح تبقى موجوده بالجسم، وبالتالي شوي شوي شويه وتثبيط السويت جلاند تثبيط راح تبقى الحراره، وبالتالي راح يؤدي الى ارتفاع بمن بالبادي تمبرتشر. وهاي يقول لك انه خطر علي من خطر على الاطفال والكبار بالسن، دينجرس للان تشيلدرن اند الالدرلي. زين شنو استعمالاته؟ الثيرابيوتيك يوزز اوبثالميك
يقول لك in the eye بالعين أو بثانيك طب العيون. In the eye topical atropine exert both مدرياتك تعرفون أكيد اللي هو شنو اللي هو dilation مع البيوبل. سايكلوبليجيك اللي هو شنو هو سايكلوبليجيك معنى ما يقدر يركز على الرؤية القريبة effect يعني وتأثير الاتروبين. And it permit measurement ها بمن راح يفيدني هذا يفيدني يعني اختصروه هاي سالفة فحص الرتنة examine of the retina ها وبالتالي راح يمكنني هاي يعني مختصر لهذا الموضوع كليته. Measurement of the refractive errors وذات ها الأخطاء الانكسارية ما راح يصير عند برتنا انكسارات وهاي وبالتالي هذا راح يمكننا من قياساتها وبالتالي شنو هم راح أقدر أفحص الرتنا without interference by the accommodative capacity of the eye خوش وبالتالي راح بمن يخدمني بفحص الرتنا خوش لأن راح يقيس لي الرفراكتيف إيرز بدون الأكوموديتيف كاباسيتي مال العين خوش. أنتي التأثير الثرابيتكيوز الثاني اللي هو أنتي سبازموديك مثل شرحناه سابقا اللي هو الاتروبين يستخدم كأنتي سبازموديك اللي هو مضاد للتشنج to relax the GIT and the bladder راح يسوي إرخاء المن للقناة الهضمية والمثانة حلو. الكارديوفاسكولار injectable atropine is used to treat the bradycardia of the of various etiologies حلو انه حقن الاتروبين يستخدم بمن بمعالجة البرادكارديا البرادكارديا بطن القلب هذا شنو هذا شنو هذا قلنا شغله شنو هذا شغله مثل ما تتذكرون بالهاي دوز شو يسوي لي زياده بالهارت ريت ها وشنو برادي كارديا معناته بطل القلب وبالتالي من تنطيه اتروبين ترتفع لحد ما يتعالج هذا الشخص خوش حكي تريت البرادي كارديا اللي هي بطل القلب خوش عالجه حتى هو هذا شيء ينطيني تأثير زيادة عدد ضربات القلب وبالتالي عالج هذه الحالة المرضية حلو. Antidote for the cholinergic agonist مثل ما شرحنا هذا راح نرجع للمحاضرة السابقة. الاتروبين used the treatment of the organophosphate اللي هي المبيدات الحشرية والغازات الأعصاب مثل السعرين التوبان البويزنك تسمم تتذكرون بالمحاضرة السابقة أكيد والتفاصيل موجودة بالكامل بالمحاضرة السابقة وشلون نعالجها بالضبط كاملة بالمحاضرة السابقة حلو. الأوفردوز of the clinical use anticholinesterase such as vasostigmin انه الجرعه العاليه مثلا يعالج شنو الفازوستيجمين انه anticholinesterase يعني مثبط للكولينسترايز يعني مضبط للأسيتايل كولين استرايز يعني شنو يعني محفز للأسيتايل كولين يعني بالتالي هذا محفز من الاي سي اتش حلو هذا من هو الفيز تشمين حلو وبالتالي هذا بطريقه غير مباشره مثل ما تتذكرون بالمحاضره السابقه حلو وهذا يقول لك الفيز تشمين مات الاوفر دوز بمن تعالجها بمن بالتروبين حلو ليش ان ذاك معاكس له واحنا انه كل شغله مثلا صار عنده تسمم بشيء مثل ما ذكرنا بالجنرال فارماكولوجي مثلا صار عنده تسمم بشيء تنطيه شيء معاكس له وبتنحل السالفه ببساطه مثلا انا شرحتها بالمحاضرات الاوليه انه شلون عالج التسمم وهاي المبدا مال التسمم وشلون تعالجه مثلا صار عنده تسمم شيء هسه انا شنو مثلا صار عنده فز التجميل اللي هو الاوفر دوز مال انتي كولينسترايز خاش صار عنده اوفر دوز صار عنده تسمم شلون عالجه معاكس له من المعاكس له الاتروبين خوش
sometimes of the mushroom poisoning تسمى بمن بالفطرة. Certain mushrooms contain cholinergic substance that block the cholinesterase منه وبتنافسه يعني نفس المبدأ وبتعالى أيضا تعالج ب وأيضا تسمم يصير عنده وتعالج بين بأتروبين. خوش خوش وضح لي إذن يا ربع لا هنكملها حتى إذا هاي عيد حلو. massive doses بعدنا بال 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 بالاستخدام العلاجي مالته. massive doses of the injectable atropine may require may be required over a long period لفترة لفترة طويلة by to contract the poisons the ability of the atropine to enter the central nervous system CNS is of the particular important in the treating central toxic effect of the anticholinesterase. ها تتذكرون من قلت لكم التيرشر اماين ركزوا لي عليها وتذكروا لي اهلين انها احتاجها بعدين هسه راح نحتاجها. تيرشر اماين شنو معناته تيرشر اماين؟ يعني معناتها هذه المادة محبة للدهون يعني راح تقدر تطب للسي ان اس. راح تقول لي ايه راح تعبر من الـ من البلاد برين بارير وتطب للسي ان اس. ها فشي لك شنو هم the ability of the atropine to enter the CNS هذا بمن يفيدني؟ يفيدني شنو حتى عالج السنترال toxic effect of the anticholinesterase. مثلا صار مثلا شخص عنده تسمم بمضادات كولانين بالسنترال فايش تنطي انه اتروبين حتى شنو بانه حتى انه لانه ليش تنطي اتروبين غيره مو غيره لان هذا يقدر يطب للسي ان اس خوش ويفيدني بانه يعالج للسنترال توكسيك. انه يقول لك انه يقول لك massive dose يعني جرعة كبيرة ما اتروبين تحقنا يعني تتطلب هذه لفترة طويلة حتى تخلص من السمية. ها خوش انه هذه بداية الموضوع حتى تربطنا بمن بتكملة بتكملة النقطة اللي هو مثلا اذا صار عنده بويزنينج بمن او توكسيك بمن بالسنترال هذا راح يفيدني بجرعة كبيرة والفترة طويلة لازم. خوش نجي على الانتي سكرتري. انتي سكرتري حلو يعني شنو معناته مضاد للافراز وتعرفون اكيد لازم تعرفون شخصا. The drug is sometimes used as anti-secretory agent to block secretion حتى يسد لي السكريشن. مرات احتاجه حتى يسد لي السكريشن. هو مو يعني مثلا مو عبالكم يسد السكريشن مثلا مو عبالكم انه سد السكريشن مثلا هو مثلا السلايفة سد السلايفة سد السلايفة ريشكريشن انه مو زين راح يسبب لي زيروستيما. لا يفيدنا ايضا. هو شوف قال لك شنو قبل العمليه الجراحيه لازم هنا لازم انه الريسبيرات تراكت مو يسوي افرازات ريسبيراتوري سكريشن وبالتالي هذا راح يسدها حتى انه حتى حتى هاي الافرازات ما تسبب لي مشكلة لذلك أمنحها حتى ما تسبب لي مشكلة أثناء العملية. الحد هنا واضح يا الربع؟ هاي الربع نكمل سجل. حلو نجي على الأدفيرس إفكت مال من مال الأتروبين. علي من تعتمد قلنا تعتمد كل السالفة تعتمد على الدوز على الجرعة. الأتروبين may cause dry mouth اللي هو جفاف البم blurred vision عدم وضوح الرؤية لأنها تتذكرون إنه هو ما يقدر يشوف عينه مبلغ حتى تذكركم به حتى تشنقلون بالضبط. حلو إيش راح يسبب لي بالآي؟ راح يسبب لي مدري آيسز
يعني توسع دايليتيشن بالبيوبل راح يسبب لي سايكوبليجيا اللي هي ان عبره تتفاقص بالنير فيجن، ما يقدر يسيطر على الضوء، ما يقدر يستقبل الضوء والله، وبالتالي انه عدم وضوح الرؤيه او يسمونها ساندي ايز. حلو. تاكيكارديا، تاكيكارديا تسارع ضربات قلب، لانه اذا تعطيه جرعات كبيره وبالتالي يؤدي الى تسارع. يورينري ريتينشن، احتباس بالبول، مثل ما تعرفون انه يسوي لي احتباس بالبول مثل ما قلنا سابقا، يسبب لي كونسبشنز امساك. هذا الدواء مو راح يطب للسي ان اس للايس، لانه محب للدهون، يعني يقدر يعبر البلاد برين بارير ويطب للسي ان اس، راح ياثر لي تاثيرات على السي ان اس، ممكن يسبب لي ريستلسنس، ارق، ممكن يسوي لي كونفيوجن، ارتباك، هالوسينيشن، هلوسه، ديليروم، هذيان. ممكن تتطور هذه الحاله الى انه يصير بي ديبرشن، ها ميبي بروجريس تو ديبرشن، اكتئاب يصير بي. خوش هذه لانه طبل السي ان اس. خوش انه هذه الاعراض الجانبيه نتيجه للاتروبين. خوش كولابس اوف ذا سكريتوري اند ريسبيراتوري سيستم، وهذه الحاله تؤدي الى بالاخير الى ديث، موت. Low doses of the cholinesterase inhibitor such as physostigmine may be used to overcome latropine toxicity. يعني مرات مثلا شخص صار عنده toxicity بما بالاتروبين، اخذ جرعة زايدة، صار شنو، صار عنده toxicity، مرات تستخدم. الحد الان ما ناخذ الحد الان ذاكر لك انه قد تستخدم لي physostigmine لانه معاكس له. اخذنا قبل انه اذا زاد عندك الفيزيوستجمين، اخذ جرعه زايده بالفيزيوستجمين وصار عندك تسمم، بتعطي اتروبين. هسه اقول لك اذا اخذ جرعه زايده من الاتروبين وصار عندك تسمم، وش تنطي؟ تنطي المعاكس اللي هو الفيزيوستجمين، يعني معاكسات، مثل انه كلمه المعاكس هي الحل. خوش خوش. مثلا اذا صار عندك تسمم بشيء مثلا معين، دواء معين تعرف هذا الدواء عالي من يشتغل وشنو شغله، تنطي المعاكس له وتنحل سالفه التسمم. مثلا انه هذا انه راح يسبب الاحتباس بول، واش مثلا جاك شخص انه احتباس بول، ايش تنطي؟ تنطي مدرر. خوش خوش. يعني هاي يعني مثال، مثلا جاء مثلا هذا الشخص عنده جفاف، يعني شخص عنده جفاف فم، تنطيه تروبين يصير؟ راح تقول لا هو جفاف فم، شلون انطيه تروبين؟ راح يزيد الطين بله. حلو، قال لك عاش يدك بيدك تفتم. حلو. مثلا شخص عنده امراض بعينه، عنده امراض بعينه، تنطي مثلا عنده جلوكوما، تنطي اتروبين، تقول لا هو عنده امراض بعينه، وهذا راح يسبب، راح يزيد الطين بله. فهذا يعني شنو، لازم تكون مفتهم لا تحفظ، حتى تكون متمكن بالدواء اللي تنطيه. خوش الربع، خوش. فهمتوا هذا الاتروبين حتى تطب الدواء الثاني؟ واضح الاتروبين يا الربع؟ هاي الربع جاوبوني يا سادة. اي واضح. حلو، نجي على ابرا تروبيوم. بس اخر جملة حكيتها، اللو دوزز اوف ذا كولينستيرز انهبيتر، اللي انا من هو مثل فيزوستيرمين، يعالج لي مرات تستخدم بيمن حتى انه يصير عندك مثلا شخص صار بيتسمم نتيجة اخذ جرعة زايدة مع الاتروبين، فاش تنطي؟ تنطي معاكس له. هذا انتي كولينستيرايز، هذا ايش تنطي؟ تنطي كولينستيرايز انهبيتر اللي هو الفازوستجمين، اوك من هذا من الكولينستيرايز. وهذه هذه سالفة، هذه مخصصة بس، لكن حتى احكي لك ان شاء الله عام حتى تربطها. مثلا اذا شخص صار بيتسمم بشيء، تنطي دواء معاكس له يحل لك سالفة التسمم. إذا كان عنده شخص احتباس بالبول، تنطي مدرر البول، مو تنطي شيء تنطي دواء يعني يحبس الدواء أكثر، لا ما يصير.
مثلا صار عنده احتباس بالبول تنطيه مدر البول، شخص عنده جفاف في الفم تنطيه شنو تنطيه شيء يحفز السالبيري جلاند حتى يسوي له سكريشن وبالتالي تحل جفاف الفم. حلو، هنا يقول لك انه مثلا شخص صار عنده اتروبين توكسيسيتي، اتروبين توكسيسيتي من تحله بالمعاكس له، المعاكس له جماعه انه جماعه الفيزوستجمين والنيوستجمين مو بالله هذين من معاكسات الاتروبين اللي اخذناها، هذين ايش اجونست هاي انتاجونست يعني معاكسات. حلو، فتنطيه منهم الفيزوستجمين مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه انه الفيزوستجمين اذا صار عنده تسمم شخص واخذ جرعه زايده من الفيزوستجمين ايش تنطيه؟ تنطيه اتروبين بالمحاضره الثامنه اللي هي المحاضره السابقه. اذا صار عنده زياده بالفيزوستجمين صار عنده توكسيسيتي بالفيزوستجمين تنطي اتروبين، اذا صار عنده اتروبين بالاتروبين توكسيسيتي تنطي فيزوستجمين، يعني عكس. خوش ها وضح ها كيدك كمل. حلو، نجي على الابرا تروبيوم. الاتروبيوم هذا شنو؟ هذا هو كواترنري ديريفاتيفز اوف ذا اتروبين، هذا من مشتقات الاتروبين. خوش، المالته انه المده مالته المفعول مالته قصير، يشتغل كانه مسكرنك انتاغونست. هذا يشتغل انه كنو ابروف باي اساس انه برونكيو دايليتر، موسع للقصبات. ها مثلا اذا شخص مثلا جاك عنده مثلا عنده تشنج بالقصبات او مثلا عنده تضيق بالقصبات ايش تنطي؟ تنطيب ابروميوم اللي هذا شنو؟ هذا موسع. ها شوف مثل يعني هي مبدا انه العكس يحلك سالفه، هذا شنو عنده تشنج او تضيق ايش تنطي؟ تنطيب موسع. حلو حلو، اسكيتد وذ كولن انه مرتبط ويا انه يقول لك معالج لي هذا الدواء شو يعالج لي؟ اللي هو يشتغل كبرونكو دايليتر موسع قصبات، شو يعالج لي؟ يعالج لي انه برونكوسبازم المرتبط بالسي او بي دي. شنو السي او بي دي؟ كرونيك اوبستركتيف بولمينري ديزيز. خوش حكي يا بن، ايش تنطي؟ تنطي برونكو دايليتر. وش تنطي هذا؟ اكيد انه هذا مثل جماعه ادويه الربو هاي، وهذا هذا ايضا ينطي يعني ايضا لجماعه الربو، ما متاكد بس يمكن ينطوها من الربو. جماعه الربو شلون ياخذون الدواء مالتهم؟ شلون؟ احد يجاوبني، معلومه عامه اكيد تعرفونها. جماعه عن طريق بخاخ، اي استنشاق انهيليشن. خوش حلو، واضح الابراتين هو بسيط كلش، واضح؟ اي واضح. عاشت نجي على الجانجليونيك بلوكرز، وهو موضوع ما نتاخر به وايضا مو مهم. جانجليونيك بلوكرز، الجانجليونيك بلوكرز سبيسيفيكلي اكت على النيكوتينيك ريسبتورز، تشتغل هذا مو على الباراسمبثيتك. هسه احنا مو شلنا باراسمبثيتك، هذا يشتغل على الصبعتين، باراسمبثيتك وسمبثيتك. يعني تخيل على انه وعلى اوتونوميك جانجليا، يعني يشتغل علي من هذا على البارس مستقبلات الباراسمبثيكيه، يعني الاموان المسكران الباراسمبثيك المسكرانك والنيكوتينيك المسكرانك مني اموان وان 2 وام 3 وام 4 وام 5 والنيكوتينيك ان 1 وان 2. خوش مو ان 1 ان 2 قصدي ان ام وان ان، والسمبثيك اللي هي البيتا 1 الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3، هذن كلياتهن يمكن عبران العشرة كلهن يشتغل عن ان واحد. يعني معقولة انت تنطي دواء يشتغل على هذن الريسبترات كلهن؟ هذا راح يؤدي الى تاثيرات سلبيه هواي، يعني ينطي له انه ادفيرس افكت هواي، وبالتالي انه ما راح يخدمنا مثل ما راح نو. ليش ما راح يخدمنا؟ لانه راح يشتغل على اكثر من مستقبل في ان واحد. يعني شنو معنى اكثر من مستقبل؟ نو سيلكتيفيتي او نان سيلكتيفيتي، يعني هذا ما راح يشتغل بالمكان بالضبط. يعني مثلا هذه الدول اخذناها كان مثلا عنده شخص مثلا شنو مثلا شخص كان عنده تشنج بالقصبات، راح للقصبات سوى شنو؟ توسع بالضبط. هذا هسه العين هذا النوع هذا منتشر او يعني هواي ريسبترات تستقبله.
حلو، وبالتالي شنو هذا نون سيلكتيفيتي. وبالتالي قلك شنو قلك ذيز دراجز شو نو سيلكتيفيتي، عديمه الاختياريه يعني منتشره. وبالتالي تبدأ تذكرون اذا قلت لكم النون سيلكتيفيتي او النون سيلكتيفيتي، هذه الادويه النون سيلكتيفيتي، هذه الادويه نتجنبها ايش قد ما نقدر، لانه الادفيرس افكت مالتها راح تكون كبيره وهوايه. خوش خوش نون سيلكتيفيتي توارد الباورا سمباثيك او سمباثيك جانجليا اند ار نو افكت، غير فعاله ذا نيورومسكولر انتاغونست، يعني مو مثل فعالية الانيوار ماسكولار انتاغونست اللي هسه راح نجيها. قلك these drugs block the entire output of the autonomic nervous system. Entire output، كل الاوتونوميك نيرفوس سيستم السدة. شوف هي مو جليونك بلوكرز، راح السد الجانجليا موجودة بالاوتونوميك نيرفوس سيستم كله، موجوده بالسمباثيك والباراسمباثيك كلها تسدها. فشوف التاثيرات اللي راح تصير كلش كبيره. هذا نيكوتينيك ريسبتور اكسبت فور نيكوتين اور اذر دراجز اند ذس از يعني نيكوتين اللي هو ايضا انه هو المفروض ناخذه بس ما ناخذه، انه ايضا ما يستخدم، يعني نفس طلبه هذه السالفه انه جانجليونك بلوكر ما يبيش ما نستخدم، هو أسرح يجي يقول حسي بالضبط. The other drugs nicotine other drugs and this strategy يعني بهذه الفئة are non-depolarizing competitive antagonist يعني ما السبب لي تحفيز للجزء المستهدف لانها بلوكرز. كومبتيتيف انتاغونست تنافسيه، هذا نوع ايضا شنو تنافسيه تتنافس. كومبتيتيف انتاغونست اتذكر وياي انواع الانتاغونست راجحا اذا ما تعرف شنو الكومبتيتيف انتاغونست، تنافس هذا بيناتهم. حلو، ركز على الكلام المهم. The responses of the non-depolarizing blockers are complex. معقد. Therefore, ganglionic blockade are rarely used therapeutically. نادراً ما نستخدمها علاجياً. But often serves a tool in the experimental pharmacology. يعني إنه ممكن تفيدني بمن كأداة تجريبية. نو مثلا اذا كان عندي تجربه بعلم الادويه وهاي تفيدني خوش، لكن علاجيا نادرا ما انه ما نستخدمها، يعني قصدي نادرا نستخدمها علاجيا، نادرا خوش. واضح هذا الموضوع هو هاي بس هاي، يعني هذا نادرا ما نستخدمه علاجيا خوش. واذا شوف هذا يعني يعني اذا مثلا اذا عندك هذا الدواء مثلا واضطريت مثلا اكو ادويه، شوف يعني العلماء طلعوا ادويه احسن من عنده، يعني مثلا هو ليش ما قال ما نستخدمه، قال اكو ادويه تستخدمها، والعلماء جابوا ادويه من احسن من هاي الادويه وفضت سالفه هذا الموضوع. خوش، واضح هذا الموضوع. اي كمل سجل. نجي على الموضوع الأخير وآخر موضوع اللي هو النيوروماسكولار بلوكرز، نيوروماسكولار بلوكينج دراجز، الأدوية اللي راح تسبب لي إغلاق بالنيوروماسكولار جانكشن أو اشتري سميها. These drugs block cholinergic transmission between motor nerve ending and the nicotinic receptor بالخلية العضلية أو الليف العضلي، مصل فايبر مال السكيليتال مصل. هذه من مستقبل مالتها يشتغل النيكوتينيك ريسبتورز. حلو، هذا شنو راح تمنع أو تسد النقل العصبي. حلو، these possess some chemical similarities تو ذا استايل كولين، بعض من هذين تنطين نفس التاثير مال استايل كولين من ها
راح نجيها بالانواع، راح تتصنف نوعين. حلو، اللي هن انتاغونست نون ديبولارايزنج اور اغونست ديبولارايزنج، هذا ريسبتور اون ذا اند بليت اوف ذا نيورومسكولار جانكشن. خوش حكيابا، خوش حكيابا. انه علما على نيورومسكولار جانكشن سوي لها تثبيط حتى تمنع نقل الاعاز الى داخل المسل فايبر، حتى يصير له انه تثبيط. حلو، نيورومسكولار بلوكرز NMBS نيورومسكولار بلوكرز ار كلينيكال يوسفل، تفيدني فاكليتيت رابيد ان انتوبيشن، حتى سهل لك حفظه. فاكليتيت سهل، رابيد سريع، انتوبيشن شنو معناته؟ ان يعني معناته في تيوب، انتوبيشن شنو معناته؟ انتوبيشن جاي من تيوب، تيوب معناته انبوب. ها انتوبيشن معناته ادخال انبوب. ها تتذكرون هذا الانبوب التنفس اللي يصير بالعمليات، وهاي مالت مثلا تخدير، وهاي يحطونه مثلا اغلبكم يعرفه او ما يعرفونها، فهسه راح نجي هو هنا راح نستخدمه. هو هاي انه ادخال انبوب بجسم المريض، هذا انتوبيشن، ادخال انبوب في جسم المريض، هذا انبوب تهوية اصطناعي بالقصب الهوائي بالتراكي يحطونه. خوش هذا يعني كفنتيليشن كتهوية. فاكليتيت رابيد انتوبيشن وين نيدد تو ريسبيراتوري، وين نيدد يعني نحتاجه ديو تو ريسبيراتوري فيلر يعني فشل بالتنفس. رابيد سيكونس انتوبيشن، نحط له شنو انتوبيشن، هذا اللي هو قلنا يدخل ادخال انبوب بالقصبة الهوائية حتى يسوي لي تهوية المان للبيشنت او المريض، لانه فشل بالتنفس ما يقدر يسحب الهواء من الخارج. خوش هذا شغله. الشغله الثانيه انه during السيرجري they are used to facilitate endotracheal intubation. نفس الحكي endotracheal، انه تسهل لي، تستخدم لتسهيل انه الاندوتراكيال يعني بداخل التراكي بداخل القصبة الهوائية، التيوبيشن انه ادخال انبوب نفس الموضوع. and provide complete muscle relaxation، انه ينطيني شنو muscle relaxation at lower anesthetic doses. يوفر لي استرخاء بالعضلات كامل بجرعة تخدير قليلة. حلو يوفر لي تخدير كامل للعضلة بجرعة تخدير قليلة أو جرعات مخدر قليلة. زين ليش؟ شنو السبب؟ This increase the safety of the anesthesia by allowing the patient to recover quickly and completely. مو بالله المخدر ممكن راح يؤدي الى تاثيرات، ها، وبالتالي كل ما قللت المخدر انه انت حتى انه يستعيد وعيه بسرعه وانه يتشافى بسرعه. مو بالله حلو، زياده امانيه التخدير حتى تسمح لي انه المريض يستعيد او يتعافى المريض بسرعه وبشكل كامل. ايش هذه؟ وبذلك انه كل ما تقلل الجرعه او يعني تخدير، قصدي جرعه التخدير. حلو، نيورومسكولار بلوكرز should not substitute for adequate anesthesia. النيورومسكولار بلوكر هاي مرخيات العضلات ما تشتغل او لا تحل محل اذا كانت عندي الانستيزيا غير كافيه، يعني اذا كان عندي التخدير كافي، التخدير غير كافي
ما راح تشتغل او ما راح تقدر النيورو ماسكل هذا البلوكرز تحل مكانه. اوكي، ذلك انه كل شيء لازم ينحسب بالضبط. خوش، لانه النيورو ماسكل بلوكرز ما تقدر تحل مكان التخدير المعطى بكمية غير كافية. خوش خوش. Neuromuscular blockers are used are also used and وين راح نستخدمها؟ بوحدة العناية المركزة intensive care unit ICU، وحدة العناية المركزة as adjuvant ثرابي علاج مساعد to facilitate intubation and mechanical ventilation and critically ill patient، انه حتى انه علاج مساعد انه حتى يساعد بمن يساعد بالتنفس ايضا، كانه يشتغل كمرخي يساعد بالتنفس. خوش حكي، وانه بالاشخاص او بالاشخاص المصابين اصابات خطيره. خوش خوش، واضح لهنا؟ واضح. هاي الربع، هاي الربع، اي واضح. حلو، نجي على النوعين، وهو النوع احنا مو قلنا اكو نوعين من عنده، ان النوعين النون ديبولارايزنج كومبتيتيف بلوكر، والنوع الثاني اللي هو ديبولارايزنج ايجنت. النون ديبولارايزنج والديبولارايزنج. حلو، النون ديبولارايزنج هذا احكي لكم قصته، انه هذا انه اكتشفوا من هو اكتشفوا الصيادين امريكا الجنوبيه، كانوا من يصيدون الفريسه، كانت مثلا يضربون عليه مثلا سهم او شيء، انه الفريسه مالتهم تنصاب وترجع تكمل، ما يقدرون يصيدون الفريسه، وبالتالي لقوا هذه الماده يسمونها الكرير او السرير. هاي الماده شنو؟ هاي المادة تخدر أو تشل الفريسة. خوش حكي، وبالتالي منه من يصيبونها تنشل الفريسة وبالتالي يصيدونها. هذا مقدمة موضوعنا، حتى نبدي أنه من عند العلماء طلعوا دواء. خوش، وهذا الدواء استخدموه يعني وأدخلوا بمن بالاستخدام الطبي، وانه انه شافوا له تاثيرات سلبيه هذا الدواء. خوش، اللي هو يسمونه تيوبو سراين. هذا الدواء شافوا انه له سبب له تاثير سلبي او ادفيرس افكت او سايد افكت. خوش، هذا السايد افكت مالته اللي سببه ما يستخدم. اوكي، طلعوا من عند العلماء من هذا الجيوب كراين، طلعوا من عنده مجموعه ادويه. خوش، هو ما ذاكرهم بالمحاضره، انا ما ذاكر مجموعه هذه الادويه، انا نلتزم بالمحاضره. خوش، مجموعه الادويه هو وقف الحد اللي تيوب كراين هو حكى عليه. حلو، نجي نسولف. The first drug that was found in to be capable of blocking a skeletal neuron، حتى يسد منه، حتى انه قادر على غلق النيورومسكيلر جنكشن، اسمه هو الكرير او السرير، which native south american hunters of the amazon region، منطقه الامازون بامريكا الجنوبيه. خوش، يوزد حتى استخدموه حتى يشيل الفريسه. زين، اجوا العلماء طلعوا دواء يسمونه ذا دراج تيوبو كراين او تيوبو سراين، ما متاكد من اللفظ، والتيميتلي انه بيرفايد تم تنقيته اند انتروديوست انتو ذا كيميكال براكتس، دخلوه باستخدام الكلينيكال براكتس باستخدام الطبي عند باوائل 1940، يعني باوائل الاربعينات من القرن العشرين. خوش، اولثو تيوبوكراين از كونسيدرد
كونسيدر تو بي بروتوتايب ايجنت ان ذس كلاس، انه النموذج الاولي لانه الدواء او العامل الاولي من ضمنها لهذه الفئه، ومن عند طلعوا ادويه هنا طلعوا ثلاث ادويه واكو من نوع من الادويه حدثوا العلماء بس هو مذاكرا. It has been largely replaced. استبدلت لحد كبير استبدلت by other agent because of its adverse side effects، بسبب تأثيراتها الجانبية. خوش استبدلها يعني. Mechanisms of the action مع هذه تيوبوكراين. Non-depolarizing neuromuscular blocking drugs interact with the nicotinic receptors. خوش حكيم خوش حكيم. هذا النيكوتينيك ريسبتور يجي هذا من هذا يجي التوبكراين يجي قديما بيجي بالمستقبل، فيمنع الستايل كولين يرتبط بالمستقبل منعه، وبالتالي شنو راح يطلع برا؟ خوش. وبالتالي سكت لي منه سكت لي الستايل كولين. خوش خوش. منع الاستايل كون يرتبط بالمستقبل حتى يحب، وبالتالي شنو هم منع التحفيز، وبالتالي خوش، وبالتالي سبب لي بلوكينج. خوش خوش. نون ديبولارايزنج نيورومسكولر بلوكينج دراجز انتراكت وذ ذا نيكوتينيك ريسبتورز تو بريفنت ذا بايندينج اوف ذا استايل كولين. خوش. انه ارتبط بالمستقبل. خوش. اجى هذا هنا هذا اجى ارتبط بالمستقبل ومنع لي الاستايل كولين من ان يرتبط بالمستقبل. خوش. ذيس دراج بريفنت ذا بولارايزنج او ذا ماسل سيل ممبرين اند انهبيت الماسكولار كونتراكشن، راح يمنع لي تقلص العضله. ليش شنو السبب منع لي تقلص العضله او ثبط لي تقلص العضله؟ ليش؟ لانه ما انتقل لعاز العضله، لانه اكو شيء سد لهذا، اكو شيء قفل، اكو شيء بلوك البلوك للمستقبل. من هذا اللي هي تيوبو كراين، قفل المستقبل ومنع الستايل كولين من ان يرتبط بخوش، وبالتالي منع الديبولارايزنج مال المصل فايبر، وبالتالي شنو انهبت المسكل كونتراكشن. خوش. انفهم اول شق من او النوع الاول من اللي هو النون ديبولارايزنج بلوكرز. هاي الربع واضح؟ هاي الربع صراحه لا شويه بس شويه سرع يعني ايش بسرعه شادي. حلو. هذا الدواء اللي هو تيوبوكراين مني شنو اصلا؟ اكو كانت منطقه الامازون بامريكا الجنوبيه كانوا يصطادون فرائس. الفرائس هاي انه تنصاب مثلا بالسهم او شيء يعني تركض وتشرد من عندهم، فلازم اكو شيء يشل الفريسه ويصيدونها، فاخترعوا هذا اسراين. اسراين هذا انه يسد او يشل العضله، او يعني بالتالي يشل الفريسه لان العضله انشلت، وبالتالي انشلت الفريسه. خوش خوش. اجوا العلماء طلعوا من هذا الاسراين، طلعوا من عنده منه طلعوا من عنده تيوبوكراين او تيوب اسراين، هذا نقوا ودخلوا للمجال الطبي بالاربعينات مع القرن العشرين 1940 خوش. هذا التيوبوكراين يعتبر النموذج الاول لهذه العائله، ومن عنده استحدث ما عنده أدوية جديدة. خوش خوش. هذا استبدلوا بأدوية ثانية أو يسمونها other agent. ليش استبدلوا؟ ليش ما بقوا عليه؟ لأنه تأثيراته العرضية تأثيراته الجانبية طلعت من هذا الدواء، وبالتالي تم استبداله تقريبا مو 100% تقريبا. خوش. هذا شلون راح يشتغل؟ راح يشتغل انه راح يرتبط بالمستقبل. خوش. يرتبط بالمستقبل ويسد المستقبل. يجي الاستايل كولين يريد يرتبط بالمستقبل، ما راح يلقى مكان الاستايل كولين، يرجع
الدربة تخش وبالتالي تثبط العضلة، ما راح يصير لها تحفيز وبالتالي انه تثبط العضلة. وضع حسه؟ حلو. نجي على اخر موضوع اللي هو النوع الثاني اللي هو الديبولارايزنج ايجنت. الديبولارايزنج ايجنت شوف خل ابسط لكم الموضوع قبل ان طبي. هذا راح يسوي استيميوليشن المن استيميوليشن للعضله، راح يسوي له ديبولارايزيشن. مو والله من اسمه ديبولارايزنج بس راح يستمر 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 لحد ما العضله تتعب. من تتعب راح ينطيني تاثير معاكس، وبالتالي شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها شنو؟ راح هي من نفسه تقول انا تعبت وشنو بالتالي شو راح يصير بيها؟ راح هي من نفسها يصير لها تثبيط. هي من نفسها هسه راح نجي نشرحها. الديبولارايزنج بلوكر ايجنت ورك باي ذا ديبولارايزنج ذا بلازما ممبرين اوف ذا ماسل فايبر. نفس الاسيتايل كولين يجي يرتبط بالمستقبل ويحفز انه الديبولارايزيشن مثل ما اي ماسل فايبر يحفز الى ديبولارايزيشن. خوش سيميلار تو ذا استايل كولين، نفس الشغل مع الاستايل كولين. These agents are more resistant to the green. هذه راح تقاوم التحطيم باي استايل كولين استريز. وبالتالي راح تبقى موجودة. راح تقاوم يعني ما راح تتفلش. يعني راح تبقى موجودة على الخط. خوش. More resistant to the degradation by the استايل كولين استريز. ما راح تتحطم وتظل تقاوم المن للتحليل او التحلل بواسطة الاستايل كولين استريز. And can thus more relaxant in the use today. انه لحظة. More resistant devolarize the muscle fiber. خوش انه راح يسبب لي انه devolarization مستمر. Depolarization مستمر المن للمصل فايبر. من هذا هو succinyl choline. هذا succinyl choline انه is only depolarizing muscle extent. هو شوف محفز للعضلة مرخي. راح يستخدم هذه الايام او هذا اليوم يعني هالفترة يعني شنو انه راح يسوي استرخاء للعضلة. عفوا راح يسوي ديبولاريزيشن للمسل فايبر وبنفس الوقت راح يؤدي الى ريلاكسيشن او ريلاكسنت للعضلة. شلون هسه راح نعرف الميكانيزم اوف ذا اكشن شلون راح يسوي لي ديبولاريزنج ريلاكسنت. شلون هو مو راح يسوي ديبولاريزيشن؟ هو يقول لك ذا ديبولاريزيشن نيوروماسكولار بلوك دراج اللي هو succinyl choline اتاتش تو ذا نيكوتينيك ريسبتر. ها كنا نعرفه نيكوتينيك ريسبتر اند اكت مثل ما يشتغل استايل كولين يشتغل هو تو ديبولارايز ذا جانكشن. حلو لكن شنو الاختلاف وشنو الفرق؟ انلايك ذا استايل كولين الاستايل كولين انه انتستي ديسترويد باي ذا شنو استايل كولين استرايز. هذاك راح يبقى اللي هو succinyl choline وهذا الاستايل كولين بسرعه يتفلش او بسرعه يتحطم بواسطه الاستايل كولين استرايز. حلو ذا ديبولارايزنج ايجنت ريزيست ات ذا هاي كونسنتريشن ان ذا سينابتيك كليف انه ما تفلش او ما صار له تحطيم وبالتالي بقى بمن بالسينابتيك كليف وبالتالي راح يبقى ريمينينج اتاتش المن للريسبتر. خوش فور ريلاتيفلي لونجر تايم راح يبقى لفتره طويله مرتبط بالريسبتر ومسوي له شنو مسوي له ديبولارايزيشن و بروفايدنج كونستانت ستيميليشن تو ذا للريسبتر. يعني ايضا مسوي له شنو
ايضا تحفيز مستمر المال للمستقبل، لان هو ظل مرتبط به وبالتالي تحفيز مستمر خوش، وبالتالي راح يبقى لفتره طويله خوش. الديبولارايزنج ايجنت فيز كوزز، اول شيء ايش راح يسبب؟ راح يسبب لي ها الديبولارايزيشن، اول ما ايش راح يسوي؟ راح يفتح لي قنوات الصاديوم بالله، مثل ما تذكرون بفسه القلب انه هرمون راح يجي الاكشن بوتنشال، ايش راح يسوي؟ راح يسبب لي فتح قنوات الصاديوم، عيونات الصاديوم راح تطب بسرعه. هاي الفسجة الثانية مال القلب. حلو، راح تنفتح قنوات الصوديوم مثل ما تعرفون اكيد، اسكيتد وذ نيكوتينيك ريسبتور. حلو، which result in the depolarization مال ريسبتور، اللي راح يصير بيه ريسبتور راح يصير بيه راح يصير لهم depolarization. حلو، هاي الفيز 1 انه هذا ارتبط بالمستقبل وبقى موجود ما صار له تحطيم، وبالتالي بالبدايه حفز انه فتح قناه الصوديوم كانت مسدوده فتحها خوش فتحها وبالتالي طب الصوديوم خوش حكيابه. هذه الفيز 1. نجي بعدين ايش راح يصير عندي؟ This lead to transient twitching of the muscle fasciculation. Fasciculation بالمحاضرة السابقة قلتها إنه راح يصير إنه تقلص أو أميض عضلي أو نتي تقلص خفيف تحت الجلد مبلغ. حلو، هو يسمونه ترانزيت. شنو معنى ترانزيت؟ معناته قصير أو سريع الزوال، twitching مع المصل او يسمونه شيء صحيح بقى وزين صله فاسكليتيشنز. حلو، كونتينيود بايندينج اوف ذا ديبولارايزنج ايجنت، يعني اتصال مستمر بالديبولارايزنج ايجنت راح يبقى مستمر لين تعطيم، راح يقاوم التعطيم. حلو، رينز ذا ريسبتور ان كابابل اوف ذا ترانسميتنج فردر، ما راح المستقبل ما راح يتحمل، راح يوصل الى حاله ما يتحمل بعد. ها، وبالتالي رينز يجعل ذا ريسبتور انكابابل غير قادر اوف ذا ترانسميتنج نقل فردر impulses نقل إعازات إضافية ما يقدر يتحمل. With the time continuous depolarizing gives way to gradual repolarization، راح يصير عملية معاكسة لأنه صار له depolarization قد ما يتحمل، وصلت طاقة انتهت، تحمل انتهى، شنو راح ينتفض؟ ايش راح يصير؟ كان ديبولارايزيشن، ايش راح ينتظر؟ ايش راح يسوي؟ راح يسوي ريبولارايزيشن. وبالتالي راح يصير عندك جراجوال ريبولارايزيشن، هذا صوديوم شانلز كلوز، قنوات الصوديوم تنسد او تنحضر او تنقفل خوش، بلوك للصوديوم شانلز ما يتحمل بعد، وبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يسوي تاثير معاكس. حلو، this causes resistance to depolarization، راح يؤدي الى مقاومه المن للديبولارايزيشن اللي هو الفيز 2. حلو، وبالتالي شو ادي الى انه فالسيت باراليسيس. ها، هذه الفالسيت باراليسيس، اسمع هذه حاله عصبيه تتميز بضعف أو, 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 أو شلل ضعف أو شلل أو انخفاض بتوتر العضلات بدون سبب واضح، وهذا السبب أكيد أنتم عرفتونا مثل صدمة، هو نتيجة تصير لصدمة وهذه إشارات مثلا خوش، وبالتالي إيش راح يصير منه؟ راح يصير له للعضلة أنه ريبولاريزيشن، تنغلق قنوات الصوديوم ويصير له ريبولاريزيشن خوش،
خوش. ووصلنا الى شنو؟ وصلنا الى ريزيستنت المن ريزيستنت الديبولاريزيشن، وهي اللي تحتملي ريزيستنت الديبولاريزيشن. يعني شنو معناتها ريزيستنت الديبولاريزيشن؟ مقاومه للاستثاره او مقاومه للتحفيز. يعني مقاومه للتحفيز يعني مثل المثبط مبلغ، شغله منطقيه هاي. حلو، يعني مقاومة للتحفيز يعني هاي الشغلة بعد ما تحفز وبالتالي يعني تثبطت. خوش زين، شنو الثيرابيوتيك يوز؟ بيكوز اوف اتس رابيد اونسيت اند شورت ديوريشن اوف اكشن، مدتها قصيرة. سكسنال كولين از يوسفول وين رابيد اندوتراكيال انكيوبيشن، واكيد انتم بعد صرتوا تعرفون شنو هو اندوتراكيال انكيوبيشن، اللي هو بوب ما تنفس يحطونه بالتراكيا حتى يحافظ على مجرى الهواء. از ريكوايرد از ريكوايرد ديورينج ذا اندكشن اوف ذا انستيزيا، من السو انستيزيا من مال مخدر هذا يسوي تخدير قبل العمليه. خوش هذا يسوي له هو هذا الانبوب مال التنفس، يحطونه وين؟ يحطونه وين؟ بالتراكيا. خوش وواضح هذا النوع الثاني. هاي الربع هو متسلسل وواضح. ها واضح يا الربع؟ هاي لو عيده. هاي الربع حلو واضح.